الجمعية الأكبر على مستوى العالم من حيث الامتداد الجغرافي، من حيث عدد المشاركات. الأهداف العامة للبطولة هذه أولا هو الرهان على المدخل الثقافي بناء الإنسان من خلال الكتاب، ثم الريادة للمرفق الثقافي العمومي، هنا نحكي على المكتبات العمومية اللي احنا في تونس الحقيقة عندنا 434 مكتبة عمومية تضم 8 مليون كتاب. المكتبات العمومية عندنا 3.7 مليون زيارة للمكتبات العمومية في العام، عندنا أكثر من 200 ألف مشترك، عندنا مكتبات متنقلة تغطي 83.7 من المجال الريفي التونسي. هو ربما احنا في حاجة للتثمين والتعريف.